تطبيق مرسالة المدرسة باللغة العربية. أهلا وسهلا بكم في مرسالة المدرسة. سيستعرض هذا الفيديو كيفية بدء حسابك عن طريق تطبيق الموبايل من خلال تطبيقات المجلس التعليمي للتطبيق الموبايل، وذلك بالضغط على الرسائل للإبلاغ عن الغياب متجر التطبيقات App Store أو Google Play. لتحميل تطبيق مرسالة المدرسة قم بالاشتراك بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني. من المهم استعمال نفس عنوان البريد الإلكتروني المسجل في سجلات المدرسة. احدث لنفسك كلمة السر والتي تحتوي على حرف صغير وآخر كبير ورقم. يجب أن تكون كلمة السر مكونة على الأقل من 6 حروف وأرقام. اختر كندا كموقعك على زر التسجيل والإيميل سيرسل لك. اضغط على الرابط وأكد حسابك بالدخول مستعملا عنوان الإيميل وكلمة السر التي استعملتها للتسجيل. اضغط على دخول عند الدخول للمرة الأولى، وسيطلب منك إدخال اسمك الأول والأخير. اختر ولي الأمر كدورك تجاه طفلك. يجب عليك استكمال هذه الخطوات قبل البدء باستخدام حسابك.